والله ما نتفك معاه، ايوب هو اللي غنتزوج به، واخا يجيب ليا ما عرفش شكون. على مال السرداي ماشي راجل، راه بدراع وخدام، علاش غيحرمني منه؟ علاش؟ انا فاطمه عندي 28 عام في عمري، ماتوا والدينا وخلوني باقا صغيره، ماشي صغيره بزاف، وانما عندي 16 عام. رباني خويا كان استاذ، صراحه تهلا فيا وقراني، غير انا ما كانش عندي الراس القرايه. ملي شافني ما باغا قرايه ما باغا والو، قال لي ندير لك شي ديبلوم، حتى هو ما بغيتوش، قال لي ندير لك غير الخياطه ولا شي حاجه اللي تدي راسك. قلت له والو اخويا، بغيت انا نبقى غير في الدار، ما كانش عندي الراس ديال القرايه، هي فيا مسكين. هو كان صعيب صراحه، ملي تيبغي يراجع معايا ولا يحفظني تيدير لي واحد الحاله حتى كرهت ديك القرايه، وملي تنمشي لليسي اولا في اعدادي تيقريني عند صحابه، وفي الليسي شدني هو تيقريني العام الاول والثاني وديما انا عنده. قلت له ابدا، لحقت الباك ريحت، ما بقيتش باغا كاع، هاد القرايه كرهني فيها. كان بزاف تيتحكم فيا، تيتحكم في لباسي وفي ماكلتي وفي هضرتي، ومع من تنتعارف ومع من تنتصاحب، وحاضيني من جميع الجوانب. انا قلت ملي غنجلس غادي نتهنى، ولكني هاي هاي عاد ولا متحكم فيا مزيان، وسد عليا البيبان وطرق عليا السواق، ما بقيت نخرج ما بقيت نضرج، تيخرجني معاه ويجيبني معاه. ولاني ما نكذبش عليكم، احياني على البنات يحضي تيعيا. هكا كنت عرفت مع ايوب. ايوب شفتو صراحه في القهوه واحد النهار، خرجت انا وخويا وشاف فيا وشفت فيه، عرفتو داك الحب الاول من اول نظره، حماقيت عليه وهو كذلك باين عليه تيتسطى عليا. قلت له خويا غنمشي للطواليت، قال لي يلا سيري وما تعطليش. مشيت للطواليت وتبعني ايوب، عطاني الرقم ديالو. صافي قلت له كون هاني غنتكلم معاك صباح وعشيه، اصلا اختك ما عندها ما يدار. داكشي اللي كان تنهضروا في الصباح وفي العشيه، تنتعاودوا ما تنخليو ما نقولوا. صراحه كنت تنشكي من خويا بزاف، وهو تيواسيني وتيقول لي غير صبري، غير نلقى شي خدمه زوينه ونجي نخطبك من عنده. بقى حبنا تيكبر 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 حتى ما بقيناش قادين، بغينا نتلاقى ونتزوج. ساعة خويا ملي جا بغى يخطبني وقلت له راه واحد الولد بغاني، بعدا دار لي الويل، قال لي انت كيف تعرفي الولاد؟ انا ساد عليك في الدار وهاد الولد ما تعرفيه. قلت له لا حقا، راه غير صاحبتي لبنى، راه تيجيهم من العائله. قال لي اش تيدير؟ قلت له تيسربي في القهوه. قال لي الا مازال عاودتي لي هاد الهضره غنوريك الزواج بشحال تيطلع. قال لي ايوا زيدون، تتعرفي حميد صاحبي الاستاذ؟ قلت له اه تنعرفو قراني. قال لي عنده واحد خوه في الكويت. قلت له اه تتعاود لي عليه. ايوا قال لي شتي هذاك راه خطبك من عندي، وانا وافقت. قلت له ويلي يا خويا، ومع من تشاورتي؟ انا ما بغيتش. قال لي شوفي غطيري غتنزلي، انا اللي عارف مصلحتك، ووالدي نهار اللي توفاو بقيتي عندي انا، وانا اللي ربيتك وانا اللي عارف مصلحتك، غادي لي عند السرباي. قلت له على مال اخويا السرباي ماشي راجل؟ ايوا وهو يجمع معايا بواحد التصرفيقه حتى درت. قال لي راجل ما قلنا حتى حاجه، ولاني ما غيقدرش يفتح لك بيت. قلت له على خويا دوك السربايه ما فاتحينش البيوت ديالهم؟ وهو يعاودني بتصرفيقه اخرى، قال لي انا قلت لك خو حميد يعني خو حميد. ايوا بقيت تنبكي 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 تنبكي، تبغيت نتسطى. عرفتو حسيت بواحد الحقره، وحسيت براسي بانني يعني تيتحكم فيا كيما بغى. الا الزواج خليني يا خويا نختار اللي بغيت انا، هذا راه المصير ديالي. وداك الساعه ربي لا عطاني معاه وعطاني ليام الزينه، راه واخا يكون غير جالس من الخدمه وغنمشيو بعيد، ربي غيسهل علينا وغيخدم وغيلقى خدمه مخيره. انا هكذا فهمتها، ولاني هو كان باغي زعما نكون عايشه مزيان ومرتاحه، ويتهنى مني ويتهنى من المسؤوليه ديالي. عرفتو بغيت نموت. هزيت التليفون وعيطت لايوب، قلت له ايوب هاش كاين هاش كاين هاش كاين؟ قال لي ايوا شنو دابا غندير؟ قلت ليه هاويلي على شنو غنديرو، اجي اجي عنده وهضر معاه وحيد عليا الدل. قال لي شوفي يا فاطمه، راني خفت لا يدور فيا ولا يتصرف معايا شي تصرف خايب. قالت له شوف، قلت له شوف الا جيتي مره وجوج وثلاثه راه واخا يكون حجره غادي يتكسر. ايوا داكشي اللي كان. جا عند خويا،
والله ما بغى يستقبله. قال له شوف سيدي، حنا ما عندناش بنات للزواج، كاينه فاطمه اللي كاينه في الدار مخطوبه. ايوا مشى ايوب مسكين حالته، ملي وصل عيط لي في التليفون قال لي كيفاش انتي مخطوبه؟ قلت له يا ودي راه هو اللي تيقرر راسو، انا راه ما مخطوبه ما والو، انا تنبغيك انت. وقال لي عرفتي اش غديري الا كنتي انتي تبغيني؟ غادي تجي وغنمشيو نديرو العقد ديالنا، انتي راك ماشي باقا صغيره وهو راه غير خوك ماشي باك، ونمشيو نعيشو حياتنا. هو داكشي اللي درت، جمعت وريقاتي وهو جمع وريقاته، وكل مره تنسبب له بحاجه، مره نقول له انا غدا للحمام، مره انا غدا عند لبنى صاحبتي، مره حقا مي لبنى تحرقات نمشيو نطلو عليها، حتى كملت الوريقات ومشيت لعند ايوب ودرنا العقد ديالنا. ملي درنا العقد رجعت للدار بحال حتى حاجه ما كاينه. دازت واحد الشهر وهو يجي حميد صاحبه الاستاذ مع اخوه، قال لك غيخطبوني. زيرت ما نكذبش عليكم، ملي صافي وقفنا على الصح قلت له خويا ما كاين ما نخبي عليك، راني بقيت غير تنتفسف ما نكذبش عليكم، ما قدرتش خويا صعيب، ويلا قلت له هادي غادي يطيح على وقفته. قلت له خويا انا تزوجت، ما عندك ما تعطي وما بقات لك حتى بنت اللي غتعطي. قال لي كيفاش؟ قلت له تزوجت. قال لي بيه من تزوجتي وكيفاش وعلاش وقتاش؟ قلت له تزوجت بايوب. ما نكذبش عليكم ما عاودش هضر معايا، قال لي شوفي غادي نجي في العشيه ما نلقاش الريحه ديالك تدور عندي في الدار، ونساي بان عندك خوك. ايوا في الاول هزيتها في النفخه وجمعت حوايجي كاملين ومشيت في حالي، مشيت عند ايوب زعما. ايوا الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث ايوب بان على حقيقته، ولات يتكرفص عليا، وملي تنبقى نتغاوت انا وياه تيقول لي كون كان فيك الخير كل درتيه مع خوك اللي رباك، اللي هربتي من الدار وتزوجتي بلا خبارو، انتي ما مرا ما والو. ايوا ما نكذبش عليكم، خرجني لتماره وخرجني للخدمه، وقال لي انا ماشي غنضرب تماره بوحدي، خرجي يا بنت الناس تعري على كتافك. وليت نخدم في القهاوي وتنخدم في الديور، بعد ما خويا كان باغي يعيشني العيشه ديال الفن وديال تيه وما يواتيه. مشيت اختاريت راسي وما بقى عندي حتى الوجه اللي غنرجع عنده، بقيت عايشه في ديك تماره ما تصوروش، بقيت هكذاك بقيت هكذاك المده ديال 10 سنين. تخيلوا ديك 10 سنين كامله، يلاه العام الاول كنت نشوف خويا، تنمشي حدا الباب ديال ليسي تيبان ليا خارج، اما مور داكشي تقولوا خويا فص ديال الملح وداب، ما بقيتش تنعرف الاثار ديالو، حتى المدرسه انتقل منها. عييت ما نقلب عليه والو، وحنا كنا ساكن في مدينه كبيره بزاف، عييت ما نقلب ما تخيلوش، يعني ما خليتش عليه شي بلاصه، عمرني ما لقيته. بغيت غير يواسيني، بغيت غير نشكي عليه ونقول له اختك راه خطات، بغيت غير شي صدر حنين ونعنقو، ما كاين حتى واحد من غيره. واخا تخلى عليا اللي غيشوفني مستحيل يتخلى عليا. بقيت هكذاك ديك المده كلها تكرفس، ولدت فيها 2 وليدات، تكرفست عليهم بزاف، ما خليتش شي بلاصه ما خدمتش فيها، حتى من وجهي تغير بعد ما كنت غزاله وليت دابله، الناس ما بقاوش يعرفوني. بقيت في الخدمه ديال الديور من دار لدار، حتى دار ما خليتها، حتى لواحد النهار كنت واقفه في الموقف وحبست عليا واحد السيده بكاتكات، هي صراحه حبست تتقلب على وحده اللي ديها تدير معاها الميناج، بزاف د العيالات وقفوا ولاني اختارتني انا، قالت لي واش تمشي معايا ديري الميناج؟ قلت لها مرحبا، ركباتني اللور ومشينا، مشينا لواحد البلاصه زوينه واحد الحي راقي، ودخلت لديك الفيلا غزاله وبديت ندير الميناج من الصباح حتى العشيه وانا في تماره. خلات لي الدار هكا بسوارت بكل شيء وخرجات هي تقضي شغلها. العشيه تنتفاجئ بها داخله هي وخويا ووليداتهم، لقيت راسي تندير الميناج عند خويا، بقيت تنقول راسي واش نقول له انا اختك فاطمه ولا نحني راسي ونزيد. في الاول مشيت، في التالي بقيت تنقول لا علاش ما قلتلوش انا اختك فاطمه. ما تخيلوش داك النهار كيفاش عشت،
عشت أتعس نهار في حياتي وأتعس ليلة. ملي مشيت للدار ما قلتش للراجل اللي راه شفت خويا، خفت لي يبقى يقول لي يا سيري عنده طلبيه الفلوس، حيت راجل اللي طلع واحد ولد الحرام ما غتخيلوش كيفاش داير. عرفتو داك ايوب اللي وقفت قدام خويا وقلت له غناخدو بزز منك؟ طلع صقع رخا ليا اللعب، قال لي بغيتي تربي هاد الاولاد ربيهم، بغيتي توكليهم وكليهم، بغيتي تشربيهم شربيهم، دبر راسك ولا عطيها غير الحشيش والكيف والشراب مع الصحاب والصحابات. وما نقول لكم شو واحد عيفت الرجاله من عدار خويا، قال لي راه عيفت الرجاله. واه يا خويا وفينك؟ كي غندير يا ربي حبيبي؟ كي غندير نتخلص من هاد السيد؟ راه ولا زايدني غب همو تا هوايا، كون غي بعد مني انا نهز ولادي في سناني، وليت واحله فيه تا هوايا. ياه ما ديتش الري ديال خويا، كنت ديت الري ديال خويا كون راني دابا في الكويت مفيكه مع راسي، بغالي مسكين غا الخير وبغالي العز. ما علينا ما علينا، كل واحد تيدي نصيبه. ايوا بقيت بحال هكذا. ايوا نرجعوا لحديثنا، اما والله العظيم الهضره على هاد خينا هذا، على هاد الصقع ديال ايوب، خساره خساره تضيع عليه الهضره وتضيع عليه الطاقه. المهم بقيت انايا محصره على خويا، بغيت نشوفه باي وجه كان. خويا اللي راعاني وخويا اللي رباني وكبرني وضرب عليا التماره وكان باغي مصلحتي، خصني ضروري نشوف. يوم ما نكذبش عليكم، مع التوامر اللي عندي ومع الخدمه بقيت تنقول اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، تفات يمكن شي 6 شهور وقلت والو غنقطعو من لحمي، غادي نمشي ندق عليه ولا باس. كان بغاني وتوحشني، راه غيعنقني وغيحضني، ما كانش بغاني المهم غنشوفه ونقطع الشوق ديالي ونرجع لداري. داكشي اللي كان. ايوا كانت عندي شي خدمه غي كملتها ومشيت عندو نيشان للدار. دقيت، خرجت عندي مراتو لابسه البيض، قلت ليها السلام عليكم، قالت لي السلام. قلت ليها السي عزيز كاين؟ قالت لي لا لا يا الحبيبه، فينا هو السي عزيز؟ السي عزيز قالت لي الله يرحمه الله يرحمه ويوسع عليه. وهذه هي قصتي وهذه هي حكايتي. وإلا عجبتكم قصة اليوم ما تنساوش تدعموا القناة ديالنا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، ودمتم سالمين.